قلت فيما يخص لا فيبروميالجي، هناك واحد المشكل على المستوى ديال العضلات اون جينيرال. العضلات اون جينيرال كيتصابوا بما يسمى اون اتروفي، العوض ما يبقى شاد داك لو موسكل، كيبقى شاد لو فوليوم ديالو او لا الكتله العضليه الحقيقيه ديالو، كيبدا يضعف 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 حتى كيولي الانسان ما يقدرش حتى يهز يده او لا يهز رجله او لا يقوم بالحركات العاديه اللي حنا كنقوموا بها في الحياه اليوميه ديالنا. لما كنقول بانه هاد لو موسكل ما بقاش كيقدر يدير العمل ديالو، كاين يا اما لافلو نيرفو ما كيوصلش لذاك المكان، يا اما العمل ديال الهرمونات ما كتوصلش ما كتاديش الواجب ديالها في داك الاماكن، يا اما لو كالسيوم ما كيوصلش باش كدور ديك العمليه ديال لا كونتراكسيون دي كونتراكسيون، يا اما لينيرجي، يا اما اشياء اخرى اللي كتكون السبب ديال ظهور ديال لا فيبروميالجي. والاصل ديال هذا الشيء كامل وهو ان السيد عايش ان ستريس ولا عايش مشكل ديال اما النعاس عنده قليل، اما العناصر المغذيه اللي خصها تغذى بها الدماغ وتغذى بها لي ميسكل ما كاينينش. شنو هو المطلوب؟ الناس اللي عندهم هذا النوع ديال الامراض اول حاجه كنقول لهم الخماسي، ثاني حاجه كنقول لهم لابخيل، وكان لورتي لابخيل ولورتي، وكذلك لي جيرم دو بلي، هادو كلهم كنعطيهم لهم في الوجبات الغذائيه اضافه الى العصير ديال الخضروات. والعصير ديال الخضروات كنوجدوه بما يسمى بديك لا سونتريفيجوس. لما كيكون عندي جميع الاملاح المعدنيه اللي انا في حاجه اليها، كنولي نفكر كيفاش نعاود نبني الخلايا الدماغيه ديالي. باش نبني الخلايا الدماغيه ديالي خصني الدهون الجيده، باش نبني الخلايا الدماغيه ديالي خصني الاوميغا 3، وباش نبني الخلايا الدماغيه ديالي خصني نزول منهم الالتهابات اللي كاينه فيهم عن طريق بلاتينوم بلس، وباش نزود الخلايا الغذائيه نزود الخلايا الغذائيه الخلايا الدماغيه ديالي خصني كذلك الاملاح المعدنيه. والاملاح المعدنيه انا تكلمت عليها من خلال لابخيل لورتي لي جيرم دو بلي واحد لو بومبو اللي مالوغوزمون مازال ما كاينش عندنا بشكل كثير هنا في البلاد، ولكن بارمي الحوايج اللي كتجدد سميتو الدماغ. ثم خصني الهرمونات دياولي كذلك يتجددوا، الهرمونات دياولي اللي غادي يقوموا بهذا العمل هادو اللي غادي يعاونوني على انهم يقوموا بهذا العمل خص لي سيرينال يخدموا، ولي سيرينال باش يخدموا خصني الماكا وخصني الاشواغوندا. الماكا والاشواغوندا، وبالنسبه كذلك لانفلو نيرفو داك التيارات الكهرومغناطيسيه باش انها تولي كتمشي بسرعه، كما قلت الدماغ خصو يكون مشغل، وجميع داك لي تويو او لا جميع دوك لي كابل ديال الضوء اللي هما لي تيسيو نيرفو خصهم يكونوا كلهم قادين باش كنقدهم بعرف الاسد وعرف الاسد ولاسبيرولين والمورينزي. عرف الاسد ولاسبيرولين والمورينزي، الى خدينا هادو ديجا غيكون عندي واحد كما كيقولوا سبق في ان الذات ديالي غتبقى ترمم بشويه 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 حتى ان ذاك المشكل ديال لا فيبروميالجي غادي نبقى نشوفه باذن الله غادي كيرجع بالطرق السليمه. هاد السيده هادي خصها تنعس بكري، بمجرد ما تصلي صلاه العشاء تمشي للفراش ديالها، لان الوقيته اللي كتكون فيها لا ريجينيراسيون ديال المكونات ديال الذات ديالنا هي بدايه من العشرات الليل الفوق. راه الا نعسات لي غير من العشرات الليل للجوج الصباح انا بالنسبه ليا كافي. كاين اللي كيقول لك اودي انا وليت كنفيق كتضربني الفيقه مع الثلاثه الصباح وما كيبغيش يديني النعاس، كتقول لي معيش نعستي. الا نعس مع العشره وفاق مع الثلاثه غير بلا ما ينعس، غير بلا ما ينعس عنده يعني جميع خدا الوقت ديالو في انه هذوك المكونات اللي كتساهم في الاعاده ديال البناء ديال الذات ديالنا كلها دات الواجب ديالها من 10 الليل للثلاثه الصباح. فما يكونش هناك تخوف عند الناس اللي كيفيقوا مع الثلاثه الصباح وهما ديجا نعسوا مع 10 الليل. دونك هذه المساله باش ما يكونش هناك مشكل نفسي كيطرحوا الانسان على الذات ديالو هو خاوي،
وممكن يمرض مرضى خطيره بمجرد ما يبقى يقول وانا ما كنعش بزاف وانا كنفيق مع 3 الصباح الناس كلها ناعسه. الوغ كنت راك نعستي احسن نعسه لانك بديتيها مع 10 الليل وهذا وساليتيها مع 3 الصباح. اذا التخوف عندي من 10 الليل للوحده الصباح فوق الوحده غير بلا ما تنعسوا. الا ما بغاش طار نعس غير خليه يطير، ولكن ضمنوا لي انكم نعستوا مع 10 الليل وانكم فقتوا من الوحده الفوق. دونك هاد السيده الا نعسات بكري غتكون نعسات في الوقيته اللي غتكون لا ريباراسيون ديال جميع المكونات ديال الذات ديالنا. اون فوا كلشي كيتريبارا يا با دو بروبليم اون ماتيير ديال انني نفيق. ودير ان مساج، لو مساج ضروري لهاد النوع ديال الناس. وثم الحركات، راه الا بقات ناعسه وما كديرش الحركات معمر داك لانفلو ما غي يجي ويؤدي الواجب ديالو. فكل ما زيرات على المسكل ديال انه يفيق كل ما هو غادي يفيق، وكل ما بقات كتقول انا مشيت انا ساليت ما عمري ما غنرجع الصحه ديالي، فعلا غادي تمشي وغادي تسالي وما عمرها ما ترجع الصحه ديالها. دونك الا مشات في المنوال هذا باذن الله غيكون هناك نتائج طيبه مع الناس اللي عندهم لافيبروميالجي.